دن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء من امام مركب محمد الخامس. اللحظه ديال خروج جماهير طنجاويه بعد الهزيمه امام فريق الرجاء الرياضي، اكيد المقابله كانت ممتعه، شفنا اهداف، شفنا تفاعل جماهيري، قمه كرويه بامتياز. جماهير اللي جات من طنجه مقلاش مع الفريق ديالها بالرغم من الظرفيه الصعبه اللي كيعيشها. مقابله اللي تسجلوا فيها ثلاثه ديال الاهداف، انتهت فوز ديال فريق الرجاء الرياضي بثلاثه ديال الاهداف. فريق الرجاء الرياضي اللي رجع لسكه الانتصارات في هذه المقابله هذه، فيما فريق اتحاد طنجة اللي زادت ازمه الوضعيه ديالو اسفل سلم الترتيب. خروج جماهير ديال اتحاد طنجة في هذه اللحظات